بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، أطلقت مؤسسة إدارة الموارد البشرية جدلية حوارية تفاعلية تحت عنوان المهارات الخضراء لعالم مستدام بمشاركة متطوعين من الشباب السوري. أكيد سلمى، والمعروف بأن المهارات الخضراء هي المهارات التي توظف للحفاظ على البيئة والأرض من خلال نشرها الثقافة عبر مهن ووظائف وسلوكيات حياتية يومية ممكن نقوم فيها. رح نتعرف على هدف الجلسة الحوارية بهيدا المجال مع ضيفنا الدائم وشريك صباحاتنا الدكتور منير عباس، رئيس مؤسسة إدارة الموارد البشرية بسوريا والمشارك بالجلسة الحوارية أنس النوري. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم. يعني دكتور منير، خلينا نبلش مع حضرتك، يمكن حكينا شوي هيك فكرة بسيطة بالمقدمة عن عنوان الجلسة اللي هي المهارات الخضراء لعالم مستدام، خلينا نتوسع أكثر بالمحور وبعدها ندخل بالتفاصيل. أوكي، هلأ نحن في عنا بال 2023 باليوم العالمي للشباب ارتفع هذا اليوم تحت الثيم والفكرة الأساسية اللي هي Green Skills for Sustainable World، يعني المهارات الخضراء من أجل عالم مستدام. شو معنى هي المهارات الخضراء؟ المهارات الخضراء صار لها أكثر من 23 سنة قاعدين عم يدربوا عليها عالميا، وهلأ صار في إلها ضرورة أساسية. أكيد نحن كلنا لامسين أثار تلوث البيئة والتغير المناخي اللي عم نعيشه كلياته، هدول هلأ صاروا من المهارات الأساسية إنه ندرب جيل الشباب إنه يقدر يتعامل مع هي المهارات وتصير من جزء من حياته اليومية. يعني عم نحاول نخلي هي المهارات الخضراء اللي هي تعريفها الأساسي هي عبارة عن قدرات ومعارف ومواقف وسلوكيات يومية يسلكها الموظف خلال عمله بمختلف الصناعات. يعني على سبيل المثال، أبسط مثال لها هي تدوير الورق. يعني أنت وقت تفكري أنه هذا تدوير الورق كلياته حيساعد بتخفيض قطع الأشجار، وعدم قطع الأشجار حيساعد بتنفس رئة الكرة الأرضية بالحفاظ على الغابات والمناطق الحراج العالمية، أنت بتفكري عدة مرات قبل ما تستهلكي ورقة، وبنفس الوقت في حال تم استهلاك الورق أنت عم بتقومي بتدويرها. نحن عملنا هذا الشيء، هلأ حنجي على ذكره كيف نحن كمبادرة عملناه. ايضا السلوكيات، المحافظة على الطاقة. هلا كل الشركات تسعى الى توظيف، تصوروا الاحصائية الحديثة جدا بموقع لينكدين بال2022 اخرا ببداية 2023، انه لا تخلو اكثر من يعني اكثر من 28% من الوظائف المعلنة على موقع لينكدين لا يخلى من عبارة او عبارتين من المهارات المطلوبة من الشركات العالمية انه تتوفر بالموظف. يعني صار في نشر وعي كتير كبير. شو هي هي المهارات؟ هي المهارات بتدخل بصلب كل المهارات. على سبيل المثال، إذا أنت عندك هلأ مهارات التواصل، مهارات التواصل يجب أن تكون قوية جدا عند الموظفين بحيث أنه يقدر ينوه عن أهمية البيئة للآخرين، لزباين الشركة، لزملائه بالعمل، وحتى لمدراءه أنه يزيد التوعية. يعني بندخل بعدين مهارات الإنصات، مهارات الإنصات الجيد لنعرف بعض المشاكل ونربطها أيضا بمواضيع البيئة. يعني نخلي موضوع البيئة مو لأشخاص البيئة، موضوع البيئة هو اهتمامنا الأساسي لنا كلياتنا. حتى استهلاك الطاقات، شفتي أنت العالم كلياته وراء renewable energy، كل الطاقات متجددة اللي هي مستدامة مستمدة من البيئة، ليس فيها أي تلوث، ليس فيها أي pollution ممكن يتأثر من تشغيل مكيفات مثلا، هذا كلياته الغاز الفريون ولا هو اللي ممكن يحدث أو يوسع بثقب الأوزون. صارت مشكلتنا مو هي بس حتى يصير مؤتمر مناخ ونقعد ننطر نحن شو نتائجه ونقول هن بيتحكموا بالبيئة، صارت هي حياة يومية. صحيح. هي المهارات هي مهارات اليومية بسموها Green Skills، أو هلأ صار يتسمى اسمه الاقتصاد الأخضر Green Economy. هلأ طيب كيف فينا نستثمره اليوم ضمن بيئتنا ومجتمعنا ونحقق الغاية والهدف منه؟ لأنه فعليا خلال سنوات الحرب أساسا خسرنا على النطاق البيئي أو النطاق الأخضر مثل ما بنسميه كثير ومستمر لليوم. يعني شفنا حرق الغابات بالآونة الأخيرة. فعليا كيف فيني استثمره أنا ونحن مثل ما قلت جايين على قمة مناخ، لأنه أساسا الوضع المناخي حول العالم مو فقط في الوطن العربي رايح للأسوأ للأسف. بس هي المهارات نوعا ما بتعدل من الإجراءات اللي عم يقوموا فيها، لأنه العامل الأساسي لكل الإجراءات السلبية هو الإنسان، يعني التكوين الأساسي. تمام، نحن هذا هو الهدف إنه أدخله لليوم العالمي للشباب. أنت بتعرفي نص
سكان كرة الأرضية هي من عنصر الشباب. صحيح. يعني إذا 8 مليارات هي 4 مليارات بعمر الشباب 30 سنة فما دون. يعني إحنا إذا اشتغلنا على جيل الشباب يفكر معنا بإنقاذ الكرة الأرضية وإنقاذ المناخ بكل ممارسات اليومية، أنت عم بتشاركي نص سكان الكوكب، ورح يزيد ارتفاع عدد الشباب عالميا ل 57% بعد 2035. الشيء اللي احنا الاساسي ليش اهتموا بالشباب، الشباب هن عندهم استدامه اكبر بكثير. تخيلي انت المهارات الخضراء رح تخلق 19 مليون وظيفه بحلول العام 2030، الغالبيه منهم هي للاسف هي العنصر الشباب، لانه هي دائما احنا اي شيء بيتعلق عامل بيئه في جهد بدني وهيك شيء، والاقل منهم لعنصر النساء. احنا بدنا نحاول نحل موضوع الجندر ايشوز هذا، ونخلي انه هالمهارات مروجه للعنصرين بنفس الوقت، انه لانه هن مكون للمجتمع اساسي. قلت لكم هي بالثقافه تبعتنا، يعني هلا احنا حنحكي لكم دور المؤسسات المسؤوليه المجتمعيه بنشر هي الثقافه، وكيف إنه الشخص اللي مرق بمسيرة تطوعية عنده حس المسؤولية عن الكرة الأرضية أكثر من شخص فوراً توظف بسوق العمل. يعني فاتوا فوراً على الجهة الاقتصادية عم بيفكر مع الشركة كيف يداوم أكثر وينتج أكثر، بينما الآخر مر بمراحل محافظة على مجتمعه ومن ثم فات على الشركات، فبيضل عنده الحس المجتمعي. على سبيل المثال لحنا عنا مثلاً مانعين الأكياس النايلون عم نحاربها بعدة ممارسات، لأنه اشتغلنا على مشروع ناكلات وتكون معنا الشنط قماش بعدة استخدامات. هذا الشيء بيفكر الشخص 10 مرات قبل ما يشتري كيس نايلو، لأنه معه ساك. بنفس الوقت نحن عنا هوية بصرية على الشنطة، فهذا نحن روجنا أكثر لنفسنا، حافظنا على البيئة بممارسة كتير بسيطة، ووفرنا على المستهلك وعلى المستفيد من المؤسسة استهلاك أكياس نايلو اللي هي بتعرفوا بتقعد 50 ل 60 سنة لتتفكك، بوليمرات البلاستيك بالكرة الأرضية يعني من أخطر المواد. يعني ممارسات هي يومية يجب أن تكون معنا. عنصر الشباب هو الأهم لأنه له استدامة أكثر وهو القوة العاملة الموجودة في سوق العمل. أكيد. طبعا اليوم بما أنه معنا طبعا دكتور منير، مثل العادة عودتنا يكون معنا شريك من الحوارات أو الورشات اللي عم تقوموا فيها، بدنا نرحب الأستاذ أناس. نقول لك أول شيء صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. حضرتك كنت من المشاركين ضمن هاي الجلسات الحوارية، تعرفنا بداية عن نفسك أكثر وكيف شفت هاي الجلسات. صباح الخير. أهلا وسهلا. اسمي أنس النوري، خريج الجامعة السورية الخاصة كلية إدارة أعمال. بداية بحب أتشكر المؤسسة إدارة الموارد البشرية على الفرصة اللي منحتني إياها. الحوار كان لبناء البيئة الخضراء مثل ما بنقول، كيف نحافظ على الأوراق، يعني كيف ندور الأوراق المستهلكة عندنا بحيث نخزنها بمكان معين لحين إعادة تدويرها. اشتغلنا فيها هذيك السنة ما يقارب 8 شهور تقريبا، حصدنا على 400 كيلو من الورق. وفر 400 كيلو. جمعناها بكياس، كياس خيش، وخدناها على المكان اللي المفروض تكون فيه يعني. والعائد تبعه رجع للمكان اللي نحن متواجدين فيه. يعني حكيتوا بشيء عملي انتوا ضمن جلستكم، انت شاركت بشيء عملي انتوا عملتوه بالمؤسسه تبعكم. اي طبعا، يعني كل شيء اوراق مدوره عنا ما عم نتلفها، صرنا نحافظ عليها كحفاظ على البيئه. ونحن ضمن المكان الموجودين في المعهد الفنون التطبيقية والتشكيلية بيكون في استهلاك لأوراق، ويكون في استهلاك لأوراق كرتون للفنون من الطلاب، عم يكونوا بسلة المهملات. هدول عم يلموا من سلة المهملات كمان لحتى يتجمعوا وينعاد تدويرهم ويرجع عائدهم للمكان اللي نحن متواجدين فيه. دكتور منير، يعني عم نحكي عن جلسة حوارية وتفاعلية بنفس الوقت، يعني تطبيق على أرض الواقع، وهذا الشيء جميل اليوم بظل الظروف اللي عم نعيشها. يعني فعليا نحن عم نحاول نسرق الوقت أو نسارع مع الوقت. أهمية الجلسة اليوم للشباب من خلال تطبيقها فعليا، يعني في الشغل عم ينشغل، نحن عم نحكي عن فئة وشريحة صغيرة اليوم ضمن الجلسة. يعني إذا توسع النطاق رح نشوف جهود أكبر على الأرض وآثار إيجابية أكبر إن شاء الله. تمام.
نحن دائما بنعرض نتائجنا بالجلسات الحواريه ولا نبدا بها، يعني بنعرض تجارب نجاحنا. نحن بثمان شهور بلشنا بمشروع كثير بسيط، هو اعاده تجميع الورق كله، مشارك فيه متطوعين مثل انس وزملائه كلياتهم، هو كان مسؤول عن مشروع تجميع الورق وتدويره. الاحلى من هيك انه ثقافه المؤسسه اللي احنا موجودين فيها باستضافتها هي معهد فنون تطبيقيه وتشكيليه، عندك 500 طالب، 500 طالب صاروا يشوفونا نحن عم نجمع الورق، صار هو من ثقافته يحطها بسله الورق، صار هو من ثقافته يجيب ورق من بيته اللي عم يتلف وعم حتى يعاد تدويره، هو نفسه بعد نحن عيشناهم التجربه انه شايفين هذا الورق جمعنا، رحنا كلياته اعطيناه لمعمل اعاده تدوير ورق وجبنا الريع تبعه اعطيناه لمعهدهم. يعني هن عم يستفيدوا انه بنية تحتية لمعهدهم عم تنبنى من شغلات هي اعادة تدوير ريسايكل كتير بسيط. غير هيك بلش المعهد كمان يعمل شيء كتير المهارات صديقة للبيئة اللي هو اعادة تدوير كل الزجاج اللي مكسر عم يصير منه لوحات، عنا اعادة تدوير الجبصين نفسه اللي بيستخدموه هن كلياتهم من اول وجديد بيعملوا طين وبيقعدوا يشتغلوا فيه من اول وجديد. صار كتير كنا نشوف انه الهدر اللي كان يروح كلياته دخل مفهوم اعادة التدوير، يمكن بمشروع كتير بسيط اللي احنا عم نعمله، عرفتي كيف؟ وصارت تجينا افكار، بتعرفي جيل الشباب كلياته ابتكاري ابداعي فظيع جدا. طبعا انت لو تشوفي اللوحات المعموله من شغلات هي قماشيه اللي احنا بالبيت بنحملها او ممكن نتخلص منها، عملوا منها لوحات وهي عباره عن لوحات تشكيليه مخيفه شو حلوه، يعني احنا هي الثقافه عم ندخلهم اياها على مستواهم، ولكن احنا الشيء اللي عم ننادي فيه هو المهارات الخضراء داخل الشركات. هلا على سبيل المثال في شركه عندنا كثير رائده نحن بسوريا اللي هي شركه سيريتيل بيبرليس كومباني من 3 سنين ما بتستخدم ولا ورقه، حتى وقت تطبع الورقه بتجي بتقول لك انه لها كلفه الورقه هي بدك تطبعها على حسابك، نحن بالنسبه لنا ما بنطبع ورق، مشان كله هذا من منع النفايات واعاده التدوير وبنفس الوقت انك انت توفري طباعة الورق. هلا شوفي كثير ميزانيات الشركات قديش بتروح على القرطاسية وعلى الأمور اللوجستية هي كلياتها، الأمور اللي هيك كمان نحن بدنا المؤسسات كلها توعى على هذا الموضوع وتعرف هناك جانب بمهارات الشباب الخضراء حيساعد. على سبيل المثال الشخص المدرب على المهارات الخضراء حيطفي الضوء بعد ما يخلص من شغله من المكتب، رح يوفر الطاقة، ما حيشعل المكيف بأوقاته لأنه المكيف متوفر، ما حيستخدم الموارد تبع المؤسسة بالطريقة اللي بس الشخص ما عنده أي دراية عنا، يعني بتلاقي ثقافته رفعت من سويته ووفرت الكلف. لذلك صارت المهارات الخضراء مهارات مطلوبة بالسيفيات، وهلأ أنا كتير بنقرأ نحن السيفيات كلياتها، اشتغلت بمشروع إعادة تدوير ورق، اشتغلت بمشروع مثلا إعادة مثلا استخدام نفايات معينة، أنا ساهمت بتخفيض الطاقة استهلاك الطاقة بمعمل كذا من خلال مثلا أعمال إما ميكانيكية أو نشر التوعية بيناتهم. نحن في عنا للأسف أكثر شيء هدر نحن للطاقة هي بالمجتمعات اللي شوي صغيرة غير متعلمة، فنحن إذا نشرنا سوية التفكير بمناهجنا بالتربية ومناهجنا بالتعليم العالي، تخيلي لهلأ ما عندنا ولا اختصاص داخل سوريا بشيء اسمه المهارات الخضراء. هدي لحنا الأهمية، ليش ما يصير فيها ماجستيرات ودكتورة وليش ما ينعمل أبحاث فيها؟ صحيح. إنه هالمؤسسة ما قبل المهارات الخضراء قديش عم بتجيب بربح، وبعد استخدام المهارات الخضراء قديش وفرت. صحيح. وبما أنه نحن اليوم حكينا عن أمثلة واقعية ومثل ما حضرتك حكيت يعني أستاذ أنس من معهد الفنون التطبيقية، اليوم أنت قادر يمكن تحكي على أرض الواقع قديش فرق معكم بشغلكم وقديش استفدتوا من طبعا تنفيذ إعادة مثل ما بيقولوا إعادة التدوير لكل المواد الأولية يلي عم تستخدموها. خلينا نحكي شوي عن هاي التجربة، قديش كان في إلها إيجابية على المعهد؟ كان في إيجابية كتير حلوة مبدئيا كفكرة أولية. هلا صار التخزين على مستوى أكبر، يعني فترة يعني من شهر تقريبا نحن رحلنا الأوراق اللي بدها ترحيل، هلا صار في عنا كمية منيحة، يعني من شهر هلا صار في عنا كمية أكبر من الكمية اللي بلشنا فيها قبل. طبعا كمان في فكره ثانيه، كان في عنا زاويه معينه صغيره كانت مهموله بصراحه، وفيها يعني فيها اغراض انه لا التعيين، يعني اغراض انه مهمشين بالمعهد. ولدت الفكره من حضره الدكتور انه يصير هون فكره بوفيه، فاستغلينا هاي المساحة ليصير شيء عائد للمعهد ويستفاد منه، هي فكرة البوفيه اللي مو موجود بالمعهد. عدنا تدوير المكان، هي عبارة عن
زاوية صغيرة بس هلأ بتشوفيها يعني صارت مشروع بوفيه فينا نقول عليه جيد جدا. يعني يعطيكم ألف عافية، بنتمنى لكم التوفيق وجهود كبيرة عم تقوموا فيها دكتور منير، وبنتمنى فعليا تتوصلوا لدائرة أوسع وأكبر ويتم تطبيقها على أرض الواقع بجميع المؤسسات إن كانت حكومية أو غير حكومية قريبا. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، نتمنى من خلال منبركم أن ننشر ثقافة المهارات الخضراء والاقتصاد الأخضر. شكرا لكم. شكرا لكم، شكرا لوجودكم. شكرا لكم.